الحركة الشعبية الشمال تؤكد رغبتها في السلام ودعمها للبرنامج الإسعافي الإنساني بالمنطقتين. حمدوك يؤكد من واشنطن أن السلام المستدام يتحقق بمخاطبة جذور الأزمة السودانية. اجتماعات سد النهضة تختتم اليوم في القاهرة برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار، والتي تضم إلى جانبها موجز اقتصادي وآخر رياضي. مرحبا بكم إلى التفاصيل. أفاد جراء حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم، وقف انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع. وتحدثت مصادر عن وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع وإصابات وقتلى بين العمال. وأظهرت صور للحريق سحب الدخان وهي تغطي المنطقة، كما شهدت أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مستشفى السيراميك وتأثر مصانع للزيوت والصابون بالجوار، ووقع عشرات المصابين بالمنطقة الصناعية بحري قبل ساعات. كما دعت لجنة الأطباء جميع الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى مستشفى بحري التعليمي للمساعدة في إسعاف الحالات الناتجة من الانفجار. أكد نائب رئيس الحركة الشعبية الشمال ياسر عرمان أن بالسلام نحافظ على وحدة وبناء السودان، مشيرا إلى أن الاتفاقيات والشراكات التي تمت بجوبة مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء تؤكد أن السلام آت لا محالة. وأمن عرمان على ما تضمنه قرار اجتماع الإيجاد في الفقرة 13، والتي بموجبها تم تكليف دولة الجنوب رسميا باستضافة المفاوضات، مشيرا إلى أن الحركات والفصائل لا تمانع إذا توفرت الأجواء بالخرطوم من عقد الاجتماعات. كما شدد خلال المؤتمر الصحفي بمنبر سونا على أن أمر تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية متروك للمشورة مع أسر الضحايا والمفقودين، ويتم ذلك في حوار مفتوح يشمل المجتمع المدني. وأضاف أن هنالك نقاشا مع الحركات الثورية ومجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير حول المجلس التشريعي وبعض القضايا للمرحلة الانتقالية سوف يتم الحسم فيها بسلام. ما تحتاج للهواء، والهواء النقي هو جزء من عملية السلام، ولذلك نحن جينا لنشر أن نخلق شراكة جديدة مع السلطة الانتقالية في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء، ونريد يجب أن تستمر إذا أردنا تحقيق السلام. قال الأمير جلال إن تأكيد رغبتها في السلام بجانب دعم البرنامج الإسعاف. بالناشد الطرف الآخر من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وبقية المجموعات الحركة الشعبية، إنها تتوحد، وأقل تقدير إنها تنسق في العملية التفاوضية، لأنه ما ممكن نحن نعمل اثنين اتفاقية بتاع سلام لمنطقة واحدة. فضرورة الوحدة، ضرورة التنسيق مع بعض، هي مسألة مهمة جدا، خاصة شعب والنيل الأزرق هم الآن تواقين للسلام، وكلنا مع وحدة السودان.
في ذات السياق رحب نائب رئيس حركة التحرير كوش عضو لجبهة الثورية صديق فضل بكل الحركات المطلبية والسياسية في الشمال، مؤكدا استعدادهم لاستصحابهم في المفاوضات القادمة. وأكد فضل أهمية تحقيق المطالب القومية التي ترمي إلى وقف السياسات الهدامة واستقرار البلاد. تحرير كوش وعبر منبر الشمال والقضايا النوبية التي انتزعناه عبر وجودنا في الجبهة الثورية السودانية، بنرحب ونمد أيدينا لكل الأجسام المطلبية في الشمال والأجسام السياسية بأننا نستصحبهم على استعداد لاستصحابهم معنا في المفاوضات القادمة. نحن على استعداد لاستصحاب كل الأجسام المطلبية إلا من أبى، لكي نحقق المطالب النوبية والمطالب القومية والتي قدمنا من أجلها شهداء في كجبار وأمري، وأهمها وقف سدود الدمار في المناطق الشمالية، وأن تضمن الاتفاقية هذه بوقف السدود في الاتفاقية سلام يشهد عليها القوى الإقليمية والقوى الدولية عشان ننهي المسألة دي. يعني أعلن مؤتمر البيجا المعارض قبوله دعوة الوسيط الجنوبي تود جولواكا لبدء المفاوضات في مسار شرق السودان في جولة المفاوضات المقرر لها 10 ديسمبر الجاري بعاصمة دولة الجنوب جوبا، وأكد جاهزيته للدخول في مفاوضات جادة للوصول إلى سلام عادل. ورحب مؤتمر البيجا في تعميم صحفي بدور دولة إريتريا في مباحثات السلام، واطلع المجلس القيادي على دعوة المستشار تود جولواكا رئيس لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية لبدء المفاوضات في مسار شرق السودان في جولة المفاوضات بجوبا. وأجاز المجلس القيادي ورقة الموقف التفاوضي في مسار الشرق التي وضعتها لجنة مكونة من عدد من الخبراء والمختصين، حيث أكدت الورقة على ثوابت الحزب وعلى رؤيته في توصيف الأزمة في شرق السودان باعتباره تتمثل الاجتماعي والثقافي الذي لحق بالإقليم منذ تأسيس الدولة السودانية، وأن الحل يكمن بالالتزام الصارم بإزالة هذا التهميش. المرحلة القادمة بحسب مراقبين تتطلب البعد عن خطاب الكراهية وحالة الاستقطاب السياسي حتى ينعم المواطن بشيء من الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي تشهدها البلاد الآن لم تكن محفزا إيجابيا لإنجاز برامج الثورة السودانية التي أسقط من أجلها نظام الإنقاذ. التي قامت عليها الثورة السودانية لا تحتمل التصعيد بين مكونات البلاد. متابعون أن والبعد عن خطاب الكراهية وحالة الاستقطاب السياسي حتى ينعم المواطن بشيء من الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية. الاستقطاب السياسي اللي تتكلم عنه وبتشبهها وبتهدد الفترة الانتقالية الخطاب الناتجة عن نظام فلو نظام البيت حصل زي ما بقولوا تجييد لنظام من خلال الحياز ما بين المسألة العسكرية وقوى الثورة المدنية على الحكومة الانتباه جيدا انه حالة الاستقطاب السياسي الحاد اللي قاعد تعرف الفترة الانتقالية نابعة ومصادرها مؤسسات الإعلام المرتبطة بالنظام البائد فلول النظام البائد. لكن الثورة السودانية التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة ينظر إليها كثيرون بأنها حققت جزءا يسيرا من مطالب الشعب، فيجب على المواطن العادي الابتعاد عن كل التوجهات السياسية والحزبية والجهوية بصفة خاصة، والعمل على توفير المناخ والسند والدعم لحكومة الفترة الانتقالية حتى تقوم بإنجاز مهامها كاملة. في الفترة دي أنا أدعو الناس إن تتماسك كسوداني. نحن سوداني، نبعد عن أي توجهات أخرى، لا قبلية لا حزبية لا أي شيء، بالذات في الفترة الانتقالية نساعد حكومتنا حكومة الثورة الانتقالية بإنها تنجز مهامها، ونسكت نخليها. يعني مش نلزم الصبر، علينا بالصبر.
الثورة السودانية أعطت العالم درسا جديدا في السلمية وطرحت خطابا فيه جملة من الشعارات وهي الحرية والسلام والعدالة ونبذ خطاب الكراهية والاستقطاب المدمر لمقدرات البلاد وتعكير صفو المشهد السياسي. عمار حمزة لقناة طيبة الخرطوم. نفذت شبكة الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام للمطالبة بإزالة عناصر النظام السابق الرئيس لوزارة الإعلام بشارع الجامعة في الخرطوم بشعارات تطالب بحرية الصحافة وإقالة رموز النظام السابق الرسمي. الشبكة الصحفيين قال وفي كلمة عن الشبكة شبكة الصحفيين قال عمرو شعبان إن الشبكة طرح بسرعة اتخاذ القرارات عاجلة تتمثل في تشكيل لجنة القومي ووزارة العدل فضلا على صحفيين يتم اختيارهم بواسطة الشبكة بشأن أصول وملكيات المؤسسات الإعلامية وكيفية إنشائها بجانب الإيقاف الفوري والكامل لكل المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئات والجهات والأجهزة الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية بأن تكون خادمة للمجتمع وتعكس مطالبه وتطلعاته. تسلم وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد مذكرة شبكة الصحفيين السودانيين واعترف خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية بوجود عطب في عمل وزارة الإعلام لجهة أنهم يعملون في واقع معقد، وأشار إلى أن الهدف إنزال شعارات الثورة على أرض الواقع عبر وسائل الإعلام وتعزيز شعارات الثورة. قال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إن نزع الإعلام من قبضة النظام السابق ضرورة ملحة، وبان أن ذلك لن يتم إلا بمزيد من الديمقراطية وإشاعة حرية الصحافة والإعلام وبالمبادرات الجديدة والجادة في هذا المجال. وأكد أن السودان تراجع بشدة في مجال البحث العلمي وحان الوقت كي يتقدم بقوة. جاء ذلك خلال مخاطبته منتدى اتحاد خريجي جامعة الخرطوم بأمريكا الشمالية الذي نظم بواشنطن. استمع لملخصات من أوراق عمل بحثية قدمها عدد من الباحثين السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الصحة والتعليم والبناء التحتية. وأكد حمدوك أنه لا يوجد انتقال سلس ولا طريق للنجاح سوى مواجهة التحديات الماثلة وتصحيح الأخطاء، وشدد على أن السلام المستدام هو أحد هذه التحديات وهو ما يحتاج إلى جدية من جميع الأطراف حتى يمكن تحقيقه بمخاطبة جذور الأزمة ومواجهة أسباب الاحتراب والنزاعات. قالت مصادر في وزارة الرية المصرية أن اجتماعات سد النهضة في القاهرة أمس شهدت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف الممتد وحالة إعادة الملء والآلية التنسيقية لتحقيق ذلك بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا. وأضافت المصادر بحسب موقع العربي الجديد أن الاجتماعات تناولت عرض وجهة نظر كل دولة بشأن هذه العناصر، مؤكدة أن وزير المياه الأثيوبي سيلشي بيكلي أكد خلال الاجتماعات تمسك بلاده بحقها في استخدامات النهر. من جانبه شدد وزير الري المصري محمد عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى رؤية لا تضر بأمن الشعوب الشريكة في النهر. بدوره تحدث وزير الري السوداني ياسر عباس عن روح التعاون التي يجب أن تسري بين شعوب القارة الأفريقية بشكل عام وأبناء حوض النيل بشكل خاص. وانطلقت في القاهرة أمس فعاليات الاجتماع الثاني من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي ضمن الآلية المتفق عليها ضمن الاجتماع الذي استقبلته العاصمة الأمريكية واشنطن أخيرا، فيما من المقرر
أن تختتم الاجتماعات اليوم الثلاثاء، وتجرى الاجتماعات بمشاركة وزراء المياه والوفود الفنية من مصر والسودان وأثيوبيا وممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. ضمن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم صندوق تنمية المرأة الريفية بولاية جنوب كردفان دورة تدريبية للمعلمات في مرحلتي الأساسي والثانوي حول دور المعلمة في قيادة المجتمع. وأكدت مديرة الصندوق بالولاية الراوية الضلمان كباشي أن الدورة استهدفت 30 معلمة في الولاية وتناولت أوراق عمل حول مساهمتهن في التوعية بحقوق المرأة والعمل على محاربة الظواهر السالبة على الأمومة والطفولة الآمنة ومناهضة العنف المبني على النوع في المجتمعات الريفية في الولاية، بجانب تعزيز دور النساء في بناء السلام والتنمية. كشف وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم عزم الوزارة على إقامة مؤتمر قومي للتعليم يسبقه طواف مسحي على الأقاليم لإشراك أصحاب المصلحة في خطط التعليم، سيبدأ في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري. وأكد التوم في تصريحات لصحيفة الحداثة التزام وزارته بخلق بيئة جاذبة للمعلمين ولتدريبهم تدريبا مستمرا خلال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن تحسين مرتبات المعلمين. وأوضح أن وزارته تعيش وضعا بيئيا مترديا وتشهد تصدعا في المباني، وقال إن عدم تدريب المعلم أدى إلى نتائج عكسية في تحصيل الطلاب. نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة الفضائية، وفيها بعد الفاصل: وزارة المالية تؤكد عدم وجود أي اتجاه لخفض الدولار الجمركي. مرحبا بكم ثانية في نشرة الأخبار، أنقلكم إلى أخبار الاقتصاد. أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الإبقاء على دعم الاستراتيجية التي تخدم الحياة في وقت أكدت فيه عدم وجود أي اتجاه لخفض الدولار الجمركي. وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية غازي حسين في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن انتشار عدد من الشائعات برفع السلع وخفض الدولار، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر في سير عملية الموازنة التي يجرى إعدادها، مؤكدا الاستمرار بدعم القمح والمحروقات والأدوية بجانب عدد من السلع الرئيسية لتخفيف أعباء المعيشة، مضيفا أن لجان إعداد الموازنة تعمل على أن تكون ملبية لتطلبات المواطنين. ووضح حسين التواصل الاجتماعي سير الموازنة داعيا إلى عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات. أدان اتحاد أصحاب المال تصوب نحو قاعدته من قبل خبراء اقتصاديين ببيع الدقيق وتهريبه للسوق السوداء. واتهم الأمين العام للاتحاد جبار الباشا عناصر من الدولة العميقة بتحريض أصحاب المخابز على التوقف عن العمل والإضراب، وأرجع الباشا أزمة الخبز الحالية إلى نقص في كميات الدقيق الممنوحة من المطاحن عقب انخفاض حصص 3 مطاحن من جملة 5 تعمل في إنتاج الدقيق. ونبه إلى أن الاتحاد يعاقب على أسباب ليست له يد فيها عند تجدد أزمات الخبز، ويحملونه المسؤولية على الرغم من أن المسؤولية تقع على جهات أخرى. ارتفع حجم السيولة المتداولة في سوق محصولات الرهن بولاية الشمال كردفان خلال نوفمبر الماضي لنحو 500 مليون جنيه. وقال مدير السوق محمود أحمد بشارة في تصريحات صحفية إن وارد محصولات الصادر بلغ للسمسم 3000 طن، الكركديه 179 ألف طن، الفول الخام 115 ألف طن، الصمغ العربي 69 طن، الذرة 220 طن، والقرص
القطن 95 طنا، ولفت إلى أن وارد محصولات الذرة والقطن والسمق ما يزال في بداياته، ووصف الزيادة في الوارد بغير المسبوقة خاصة في وارد محصولي الكركديه والسمسم، موضحا أن حجم التداول جيد رغم مسألة شح السيولة، كما أن أسعار المحصولات مجزية للمنتجين، وتوقع زيادة نشاط حركة وارد الصادر خلال ديسمبر الجاري. من النشرة الاقتصادية إلى الرياضية. فاز الهلال العاصمي على الوادي نيالا بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت ضمن المرحلة 12 من منافسة الدوري الممتاز، وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب ولاء الدين في الدقيقة 37، ورفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقي الوادي نيالا في 15 نقطة. خاطب مجلس إدارة نادي المريخ العاصمي اتحاد كرة القدم رسميا مطالبا بخوض مباراتيه أمام الأهلي والأمل على التوالي بإستاد عطبرة في الجولتين المقبلتين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث كان من المقرر أن يواجه المريخ أهلي عطبرة الخميس المقبل ضمن الجولة 14، ومن ثم يعود إلى الخرطوم لمواجهة هلال كادوغلي في الجولة 15، ومن ثم المغادرة مجددا إلى عطبرة لمواجهة الأمل في الجولة 16. ولذلك يسعى المريخ للبقاء في عطبرة لأداء مباراتي الأهلي والأمل على التوالي، ومن ثم العودة للخرطوم لاستضافة هلال كادوغلي. أعلن نادي هلال الفاشر الناشط في الدوري الممتاز وفاة لاعبه عوض كروما متأثرا بجراحه بعد حادث حركة أليم تعرضت له بعثة الفريق الأسبوع الماضي، وكانت بعثة هلال الفاشر قد تعرضت إلى حادث في منطقة الموالح في طريق عودتها إلى الفاشر، مما أودى بحياة المدرب العام الهادي محمدين وإصابات وسط اللاعبين. بنهاية النشرة الرياضية أصل بكم إلى نهاية نشرة الأخبار، كالمعتاد في الختام أذكر بالعناوين. الحركة الشعبية الشمال تؤكد رغبتها في السلام ودعمها للبرنامج الإسعافي الإنساني بالمنطقتين. حمدوك يؤكد من واشنطن أن السلام المستدام يتحقق بمخاطبة جذور الأزمة السودانية. واجتماعات سد النهضة تختتم اليوم في القاهرة برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي. شكرا لكرم المتابعة، أتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله. طيبة لحياة طيبة.